بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم الويكي. إيش الهدف من الويكي؟ هي بكل بساطة عبارة عن دوكومنتيشن خاصة في مشروعك. يعني أي شخص بفوت على مشروعك بيشوف توثيق كامل للمشروع اللي أنت قاعد تبني. خليني أعطيك مثال. المثال بدي أوريك إياه هو فلتر. لو رحنا هسا على الويكي، انت راح تلاقي دوكومنتيشن كامل على فلتر، وحتلاقي هون عندك بيجز. كم بيج عندنا؟ 141 بيج. شو يعني؟ الويكي هو عبارة عن صفحات تقدر انت تتنقل بيناتهم، كل صفحة فيها توثيق معين لفكرة معينة. مثلا لو بدي اروح على الارشيف، اكبس على الارشيف مباشرة فتح لي دوكومنتيشن جديدة. مرة ثانية انت بتعمل دوكومنتيشن خاصة في مشروعك. دائما اي فريم ورك او لغة برمجة لازم تلاقي لها دوكومنتيشن في الويكي. تعال احنا ننشئ ويكي مع بعض. راح نتست على مشروع فلتر انا باني. في نقطة مهمة، الويكي ما بتظهر الا لما يكون عندك المشروع بابليك. لازم يكون بابليك، اذا كان برايفت ما راح يكون في عندك ويكي. تمام، بكبس على ويكي، بعدين كرييت ذا فيرست بيج. بدنا ننشئ اول صفحه. اول اشي بحكي لي شو اسم الصفحه، بدي اخليها مثلا فلتر. القسم الثاني هو محتوى الصفحه. اول اشي انا محتاجه اني اكتب عنوان، راح اكتب وات از فلتر. لو طلعنا فوق راح تلاقي انه في عندك هيدر 1 وهيدر 2 وهيدر 3، علمتك اياهم في الريدمي. ضغط على وات از فلتر، اكبس على هيدر 1 حط لك هاشتاج 1، طب هيدر 2 حط لك 2 هاشتاج، وهكذا. هو هون حط لك 3 اختصارات، هيدر 1 وهيدر 2 وهيدر 3. يبدك هيدر 4 وهيدر 5 وهيدر 6، بتضيف مثلا هيدر 6 بتضيف 6 هاشتاج. هالأشياء علمتك إياها في الريدمي. خليها هيدر 1. خلينا نشوف بريفيو هيا وات از فلتر. النقطة الثانية، بدي أتعلم كيف أضيف صورة داخل الكونتنت. الكونتنت معناتها المحتوى. عندي هون الإيمج، أول إشي بحكي له أعطيني الـ URL الخاصة في الإيمج، هاي كنترول V، هاي صورة لها URL، وأعطيني هون الـ Alt Text، يعني إذا الصورة ما اشتغلت يطلع لي نص معين، بدي أكتب له هون مثلا فلتر، وهاي أوكي، وهيك تم إضافة الصورة. خلينا نعمل بريفيو، وهاي الصورة ظهرت. بدي هون أضيف لينك عشان ينتقل للفيديو. خليني أنتقل على الرايت، بعد اللينك أعمل إنتر، وبدي أكتب هون مثلا watch video flutter. بعد هيك بدي أضيف هسه هون لينك، فبكبس هي على اللينك، شايفين؟ أكبس عليها لينك تكست، بدي أحكي له إيش هير، وأعطيه هون URL، هاي URL الخاص بالفيديو، هاي كوبي وهاي كنترول V وهاي اوكي. نروح على بريفيو واتش فيديو فلتر، وبكبس هون على اللي هي مباشرة راح يوديني على الفيديو. هسا بدي اضيف خط هون في المنتصف، بعدين احكي عن الجيت، بدي ارجع على الرايت وبنزل تحت وبعمل انتر سطر جديد. في عندي هون هوريزونتال. ايش معنى الثلاث نجوم؟ اعمل بريفيو هو عبارة عن خط. طيب حلو، بدي أضيف هنا كمان what is get، بدي أخليها header 1 question mark، تحت ما هو get بدي أضيف كود. كيف؟ مثلا بدي أكتب get initialize، بعدين get add، بعدين get comment dash m، بعدين message، بعدين get بوش. بدي أخلي هدول كلهم عبارة عن كود، بظلل عليهم كلهم. شايف هون هي عبارة عن كود، اعمل كليك حط لي اياهم كلهم داخل باك تك. خليني اروح على بريفيو، حط لي اياهم كلهم جنب بعض، وبدي انزلهم كل واحدة على سطر. الموضوع جدا بسيط، بعد كل واحدة انتر، بعد كل واحدة انتر بهذا الشكل بريفيو، وهي كل واحدة ظهرت عندي على السطر لحالها. متأكد راح تحكي لي طب تعلمته في الريدمي بقدر أطبقه هون؟ أحكي لك آه. زي إيش مثلا؟ طريقة كتابة الكود في الريدمي،
كان في عندنا باك تك 3 بعدين خنبته مثلا هاي جيت برانش بعدين جيت تي اوت داش بي واسم البرانش هاي مين برانش اكيد البرانش كاتبينه هون غلط هي تم تصحيح كلمه البرانش بعد ما اخلص بنيها كمان ب 3 باك تك بعمل بريفيو ونفس البيهيفير اللي كان عندي اياه في الريدمي واخر شيء بدي اعلمك اياه داخل هاي الصفحه هي البولد والاتليك فمثلا بدي اضيف وات از جيت هاب وات از جيت هاب بدي اخليها بولد يعني سميك الخط طلع هون بكبس على بولد حط لي اياها بين نجمتين خلينا نشوف بريفيو وظهرت النجوم عندي هيك غلط طب شو السبب عشان في سبيس لازم تمسح السبيس اللي بيكون في البدايه والنهايه ارجع هسه على البريفيو فاكيد اختفت النجوم فكنت عندك اياه بولد طب بدي اخليه اتلك كيف يعني بدي اخليه بولد واتلك ارجع سوي كوبي بشكل كامل بعدين اكبس على اتلك الاتلك هي اندرسكور في البدايه والنهايه بريفيو وهيك صار عندك الخط مائل وهيك بكون خلصنا محتوى الصفحه الاولى اعمل سيف بيج وهيك تم انشاء صفحه اسمها فلتر في جواتها وات از فلتر وات از جيت اكيد انتبهت انه الهيدر 1 حط لك اياه عناوين رئيسيه يعني كبست وات از فلتر مباشره بوديني على وات از فلتر طب وات از جيت مباشره حيوديني على وات از جيت يعني لو كانت الصفحه كبيره مباشره راح يوديني عن النقطة اللي بدي إياها أنا داخل الصفحة وبقدر أسكر كل الهيدر الموجودة عندي داخل الصفحة من هون أكيد انتبهت أنه في عندي صفحة اسمها هوم وهي الديفولت ارجع أكبس عليها وداخل هاي الصفحة ويلكم تو ذا فلتر فتعال نعمل إيديت لهاي الصفحة من هون إيديت بنقدر نظلل على هذا الكلام كله ونعمل هون بلوك كوت ايش البلوك كوت هاي عملت لي هون اشاره الاكبر لو رحت على البريفيو طلع لي عملت لي هون خط هي هاي فكره البلوك كوت طيب حلو خليني اعمل هسه سيف بيج طبعا كمان داخل كل صفحه تقدر تعمل اد كاستم فوتر فوتر هو نهايه الصفحه تقدر تعمل اي شيء بدك اياه في نهايه الصفحه خلينا نعدلها مع بعض هاي اد كاستم فوتر طلع نفس الفكره خليني نكتب مثلا هنا فوتر فقط للتوضيح وهاي سيف وهي صار عندي في نهاية الصفحة في عندي فوتر تقدر تعمل أي شيء بدك إياه في نهاية الصفحة يعني أنت في عندك هيدر اسم الصفحة في عندك محتوى الصفحة وفي عندك كمان الفوتر الخاص في نهاية الصفحة نقسم لثلاث أقسام فتطلع هسه معي في عندك صفحتين هوم وعندك فلتر لو في عندك كثير صفحات تقدر تعمل سيرش من هون مثلا بدي فلتر يعني تخيل انه في عندك هون 50 صفحة بدل ما تدور عليهم مباشرة تقدر تعمل سيرش على الصفحة اللي بدك اياها الفكرة من سايد بار انك تعمل تحسين للشكل بدل البيجز والفكرة من كاستم سايد بار اي حد يفوت يقرا مشروع كدوكيومنتيشن ما يتوه بين الصفحات خليني اوريك هي مثلا اد كاستم سايد بار اكبس عليها مثلا شو بنقدر نضيف هنا؟ خليني اضيف عنوان header 1 خليني اكتب هنا flutter خلينا هسه مع بعض نضيف قائمة بأفكار flutter كيف؟ عندك أول طريقة وهي an order list هي بتشبه كثير فكرة الـ HTML هون بدي احكي له what is flutter بدي انزل سطر جديد برضو بكبس على an order list وبكتب هون مثلا install فلتر خليني اشوف كيف حيطلع الشكل بنروح على البريفيو طلع هون قال لك فلتر حط لك تحتيها عباره عن قائمه تحت بعض خليني مثلا اضيف هون كمان الجيت بدي اضيف هيدر بدي احكي له هون هيدر 1 وهاي جيت هون بدي اعمل ليست بس بارقام وين راح تلاقي انه في عندك هون اوردر ليست هاي واحد اول اشي لازم تنزل انستول الجيت بعد هيك هي انتر برجع اكبس كمان مره على الاوردر هتقول لي حط لي هون كمان واحد بقول لك لا تخاف كمل معي هو تلقائيا راح يغير لك الارقام
مثلا بعدين بدنا ننشئ initialize get. هاي get initialize. روح على preview، شفت كيف؟ هاي get وهي واحد وهي اثنين. طبعا بتقدر تضيف لينكات، كيف يعني؟ what is flutter؟ ممكن خلي flutter هي عبارة عن link. روح على الرايت، باجي على flutter، كنترول اكس، باجي هون على اللينك، بحكي له لينك تكست هو عبارة عن flutter. طيب وهي اللينك الفيديو، وهي كنترول في. اوكي خلينا نعمل بريفيو. وات از فلتر؟ سيف بيج. لو كبست هسه على فلتر مباشرة راح يفتح لي الفيديو. فالفكرة هون يا جماعة انه انا بقدر اعمل كاستمايز لاي اشي بدي اياه. خليني اعطيك مثال اخير قبل ما انهي المحاضرة. طبعا انا هون رجعت لفلتر، اطلع هون شو عاملين. مثلا هون حاطين فلتر ويكي، حاطين النقاط الاساسية، يعني ما في داعي تفتح البيجز البروسيس وحط لك الأشياء المهمة. وعمل لك هنا an order list، هاي الفريمورك ريبوزيتوري. فالفكرة بكل بساطة أنت بتعمل التصميم اللي بيناسبك. أتمنى كانت أفكارنا واضحة، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم، ويعطيكم العافية.